نشكركم شكرا جزيلا وأقدم تعازي لضحايا الزلزال اللي أصاب في بلدنا الله يرحمهم ويوسع عليهم وإخواننا كذلك في ليبيا الله يرحمهم ويوسع عليهم والله يرحم جميع أمة المسلمين وإنا لله وإنا إليه راجعون وكل نفس ذائقة الموت ما يبقى فيها حتى واحد كلتنا سواسية كلتنا نموتوا حتى واحد ما عرف روحه باش غادي يموت الله يقدر علينا شي مقادير تاع الخير. أولا نشكر سيدنا الله يحرم الله يحفظه الله يعطي صحة جديدة والله يطول في عمره. احنا هاد الفاجعة اللي صابتنا ما كناش ناويين عليها. أنا يا بلال عبد العالي جاو فاكونس ما جاوش باش يديروا شي خدمة نتاع جاو يقضيوا العطلة الصيفية نتاع كما العادة كل سنة يجيو ولكن القدرة الإلهية تا واحد ما يخرج منها ربي قدر علينا هاد القدرة هذه صابتنا هاد المصيبة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نوكلوا عليهم غير الله اللي يهلكهم الله يهلكهم اللي يهلكهم الله يجعل ربي يهلكهم الله يعطيه شي مضشين هذا الشيء اللي نطلبوا له اللي كان سبب في هذا الشيء الله يهلكهم الله يعجل له بالهلك. احنا الملك تاعنا دائما في كل خطاب يقول لهم اليد الممدوده دائما نشكروا على هذاك الشيء. احنا خوت نسوبية احنا اللي في فرنسا عايشين واحد ما كاش لا ديفيرونس ما بين جزائري ولا تونسي ولا مالي ولا سينيغالي ولا عايشين هكا. من لما وقعت هذه الحادثه جات عندي فات 60 واحد والله شباب جزائريين توانسه مغاربه جاوا باش يحضروا للدفينه. فعلا حضروا للدفينه تاع بلال الله يرحمه ستناوين سومان باش يحضروا للدفينه تاع الولد تاعي تاع مشاور عبد العالي الصديق نتاعهم ولكن يا للاسف ما كاين حتى شي اجابه. حنايا ما فهمناش دوك هاد المحكمه العسكريه زعما واش هذا كريمينال واش هذا عنده شي حاجه كان سلاح واش عنده طياير واش عنده ما فهمناش هاد القضيه هذه زعما اللي يقول لك المحكمه العسكريه. راهم هادو اللي يجيبوهم كانوا حارقين كاين اللي حارق ما هذا راه باين بكل شيء الملف نتاعه باين الاسم نتاعه كل شيء الحساب تاعه والنسب نتاعه نخليكم ان بون سيونس القصيده في نصرات عارفين واش تا كاين ولكن المشكل ضربك قال لك تستنى المحكمه العسكريه. حنايا درك ما فهمناش المحكمه العسكريه شحال تطلب من وقت سيمانه جوج درك حنا في شهر الى يومنا هذا حنا تلفوننا درك ما عرفنا لا نبقاو هنا ولا نمشيو ولا نستناو ما عطاونا حتى شي اجابه ما كاين حتى شي اجابه نهائيا ما دي حد الى يومنا هذا نستناو مازال ما بانش الفرج نطلبوا الله الله يجعل ربي يهديهم ويسلموا لنا هذه الجثه ندفنوها وهي اكرام الميت دفنوه. هذا الشيء اللي نطلبوه منهم زعما الا كاين شي مسؤولين اللي هما يقدروا يدخلوا في هذه المشكله هذه يحلوها يحلوها باللاتي هي احسن ما كاين حتى شي حاجه يسلموا هذه الجثه ندفنوها والقانون يدير المجرى نتاعو هذاك الشيء. حنا ما ندورش في هذاك الشيء ولكن الجثه تسلم لمواليها يدفنوها. لماذا مخلينها في الكونجيلاتور؟ واش باغي دير بها؟ باغي تخدم شي حاجه بها؟ نسلموا لك نقول لك هاك دي خدم بها واش باغي تخدم بها؟ كانت عندكم شي محاوله اتصال بوزاره الخارجيه ولا لا؟ لا ما عندنا حتى شي محاوله. ما اتصلتوا بهم؟ ما مشيتوا عندهم؟ لا والو. شنو هما لي بروسيدور اللي درتو نتوما كعائله باش تجيبوا الجثه ديالهم؟ احنا البروسيدور اللي درناهم اون ابري ان افوكا لافوكا هذا هو اللي ميتر شير غيد اون ا في توت لي ديمارش بوسيبل اون ا تو في اون ا بري كونتاكت avec le consul en Algérie déjà ça a mis 15 jours pour bouger un petit peu déjà 15 jours après la mort de mon frère عاد ça a commencé un petit peu ça commence bouger on a fait tout ce qu'on nous a demandé même on peut pas faire plus حتى ديالنا حتى ديالنا يا باد ايزون با بوجي تيلمون
tout ce qu'il fallait faire, on l'a fait. Maintenant, on est en attente. Ma kan hatta shi. Il n'y a pas de retour. حنا ما عندنا معاه حتى شي اتصالات. Il n'y a pas de retour. Ça fait une semaine silence radio, il n'y a pas de retour. Ils attendent après le procureur militaire, il n'y a pas d'information, il n'y a rien. Et nous, on est là, on attend. Qu'est-ce qu'il a dit l'ambassade ? On doit faire, on doit attendre. On refuse qu'on s'y l'ait même. On ne sait pas. Une semaine, un mois, six ans, Allahu a'lam, on ne sait pas. Donc le mouchkil, on ne sait pas, c'est le temps de faire. C'est ce qu'il a. ما عنده حتى شي جريمه والله هذا هما اللي ارتكبوا جريمه هما مساكين جايين باش يقضوا العطله الصيفيه وجايين مساكين ما ناويينش باش غادي يديروا هالشيء هذا دخلوا في البحر ترافيرسوا شويه تاع المياه نورمالمون الحقيقه الشارع الاسلامي لو كان كاين الاسلام وداك الشيء يرجعهم يقول لهم رجعوا كيما يدير الامن تاعنا انا لي جوندار مشاو داروا معايا محضر قال لي حنا نقبضوا وكي نقبضوهم نرجعوهم ما نتيريو عليهم ما والو كل واحد يقبض طريقه هكذا تكون الاخوه هكذا تكون كسميتها حنايا لا 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 ولدي عبد العالي ما طلبوا لنا والو بصح الولد اللي تما لو كان كانوا طلبوا كان طلبوا الخلوزه ودارين لنا ونو غفيه ونو غيغامينوها ما يزو ريان دوموندي قلت لك الولد نتاعي ما قالوا لنا عليه والو مي الولد اللي راه تما في الحياه هذيك قال داروا له 75000 يورو اون اموند بليس 6 موا دحبس والله اعلم واش واش بالصح ولا غير اشاعات راه كيما كاين الاشاعات بزاف الدور راه طلبوا لنا حنايا 40 مليون طلبوا لنا ما كاين والو ما اتصلنا حنا لا حتى بشي حاجه حتى شي معلومه هو ما سوي سي لون دي تريتي لو دوسي لا توت سويت يل تريتي سي فول تريتي دون ان اون يل تريت دون ان اون نو نا با لا بروكيرور ميليتير الجيريان Nous, on a fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, lui, il a les cartes dans ses mains et il va jouer quand il voudra. Et nous, on attend qu'il joue. C'est tout. Femtini, donc, l'askar, l'askar, excuse-moi, l'askar, هو اللي ديسيدي. فوقاش الله اعلم. من سواله هو اللي تعليم شيء. دولة هذه هي سلم الجثة غدوة تسلمها. لا هذا هو. فهمتيني؟ ما قلتي لي اسمح لي. قلت لي زعما هنا بحال السلطات تاعنا انا يا ما اتصل بيا حتى واحد اي انسان باش يقول لك اتصلنا بهم هذاك النائب تاع وزير تاع الدوله ولا تاع النهار اللي وقعت الحادثه اولا وقف لك كل شيء يقدم لنا التعازي يقول لك صبروا ماتوا الله يرحمهم حنا نديروا الاجراءات تاعنا هو فين نقز مشى لي القضاء انا مانيش نشرع على بلاد والله هذا راه مات وما مظلومين تكلم عليهم بواحد كسميته قال قدمكم التعازي تاعي ما تخموش غادي نقفوا معاكم هذه الجثه ما نخليوهاش تما باش ما كانت الظروف غادي نجيبوها حنا بعدا يزيد فينا شويه تاع الامل استناوا اخوتي هذا جورناليست يزيد فينا الامل ونكونوا زعما متكلين بحال نقولوا راه معانا واحد اللي غادي يساعدنا فهمتيني دوك ما كاين حتى شي واحد اللي اتصل بينا ولا كاين جمعيات الله يخلف عليهم كانوا يجيو عندنا الدار بحال نتوما هكا صحافيين وداك الشيء جيو قال لك زعما ندير ولكن ملي وقعت الحادثه نتاع الزلزال كل شيء ستوبا كل شيء تبلع فهمتي وما الفاجعه حنا اللي وقعت لنا راها اكثر من الزلزال واكثر من هادو غاديين في امانه الله حتى وقع ما وقع اكثر من الزلزال ما تنويش بعقلك ما الزلزال قدرة إلهية يرضوك حنا هنا ما عرفنا نخرجوا ولا ما هادو بشر قتل بشر متعمد ما فيهاش شوف من غير الكونسيل جزاه الله خير من هذا المنبر هذا والله نورية جزاه الله خير وتوس لي جورناليست نشكرهم كاع الشعب ماشي الشعب المغربي لا حول ولا قوة له إلا بالله العلي العظيم ما قدروش باش يصيبوا كيما الجهة المنطقة الشرقية لو كان صابوا مهم نشكرهم من هنا من هذا المنبر هذا جزاهم الله خير وخوتي المغاربة في أي بلاص ما بغاوش هالشي أي بقعة في الأرض هنايا ما بغاوش العالم بإسرائيل ما بقاش هالشي ولكن المسؤولين تاع الدولة تاعنا نقولها بصراحة ما اتصل بينا حتى شي واحد ما جاتنا حتى شي زعما شي معلومات ولا نهائيا الا كان شي واحد جيبو عندي انايا ملي مات ولدي ما نخرجش من الدار من تما نضل بحال راني في الحبس
داريني في الحبس نضل تما قعدت ما ربما يجي ما يجيك حتى واحد وكيت اللي جات فيه يبكي لك غير ظفرك يحك لك ظفرك ويبكي لك شفرك واخا هاد الضجه ما كانش لي يسول فيك من هذا المنبر نقولها لك ما كانش لي يسول هذاك اللي خرج التعازي ما قدمهم لناش كما انت قدمتنا التعازي شكرا لك والله يرحم الوالدين هذاك باش خرج خرج ما عرفش شكون اللي سوله شي واحد برلماني والله الله اعلم اللي عطاه ذاك السؤال باش جاوبه قال له هذه من القضاء احنا ما حناش نحوسوا عليك حتى باش تجاوب علينا ولا القضاء والله القضاء احنا ندخلوا فيه. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك في قناه العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.